السلام عليكم كي دايرين لاباس عليكم بخير كنتمنى تكونوا بصحه جيده اليوم ما شاء الله غنشارك معكم واحد البيني اللي ساهل بزاف وغادي نعطيكم السر باش كيجي كي خاوي من الداخل وما معجنش نبداو على بركه الله بالمقادير وطريقه التحضير غادي ندير اول حاجه واحد البيضه غادي ندير نص كاس ديال السكر سنيده غادي ندير جوج صاشيات ديال الفاني تقدروا ديروا غير وحده الا بغيتو غادي ندير قبصه ديال الملحه غادي ندير ربع كاس ديال الزيت العادي غادي ندير معلقه كبيره تكون عامره مزيان ديال الخل وهذا هو السر اللي كيخليه يجي مفشفش وخاوي من الداخل غادي نحرك ديك المكونات كلها مزيان غادي نضيف كاس وربع ديال الماء عادي ديال الروبيني وغادي نضيف معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز وغادي نضيف صاشي واحد ديال الخميره ديال الحلوه وغادي نعاود نحرك ديك المكونات كلها مزيان وغادي نضيف راس معلقه كبيره ديال الخرقوم البلدي غير باش يعطينا اللون نتوما الا عندكم الملون تقدروا تستعملوا انا بالنسبه ليا ما كنستعملوش نهائيا في الوصفات ديالي هكا باش كيبقاو صحيين وما يكونوا فيهم حتى شي اضرار اما بالنسبه للمذاق ديالو راه ما تحسوش به نهائيا صافي غادي نعاود نخلط كل شيء مزيان وغادي نبدا نضيف الدقيق بالتدريج انا غادي نقول لكم بالضبط شحال هز ديال الدقيق غادي نضيف الكاس الاول غادي نضيف الكاس الثاني وغادي نضيف الكاس الثالث بالتدريج والعجينه ضروري خاصها تدلك مزيان مزيان وخاصها تكون مرخوفه انا غادي نوريكم كيفاش خاصها تكون صافي هذه هي دي العجينه ديالي من بعد ما جمعتها كيف ما كتشوفوا معايا خاصها تكون بهذا الشكل هذا خاصها تكون كتلصق في اليدين ما تقصحوهاش الا قصحتوها ما غاديش ينجح معاكم وما غاديش يجيكم خاوي من الداخل هنايا راه دلكتها مزيان مزيان ولا عندكم العجانه من احسن تستعملوها اما بالنسبه للدقيق هزت لي تقريبا خمسة ديال الكيسان ونص يعني آه تقريبا 550 غرام وكيبقى على حسب الدقيق اللي عندكم نتوما والا نوعيه دابا غادي نغطيها بواحد البلاستيكه اولا بالسلوفان وغادي نعاود نغطيها من الفوق وغادي نخليها حتى كترتاح تقريبا لمده ديال نصف ساعه من بعد ما ارتاحت لي العجينه غادي ندوز باش نقرصها شوفوا معايا راه ضعف الحجم ديالها غادي نرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق الفورص وغادي ناخذ نصف ديال العجين وغادي نطلقو بالمدلك وانا في نفس الوقت كنرش الدقيق شوفوا معايا العجينه شحال كتكون خفيفه ودغيا كتطلق لكم بالمدلك وما كتعدبكم ما من بعد ما طلقتها مزيان ما تخليوهاش غليظه بزاف وما تخليوهاش عاوتاني رقيقه بزاف من بعد ما تطلقوها حاولوا ترخفوها بحال هكا ضروري خاصكم ترخفوها باش ملي تقطعوا الدائره ديالكم ما تجمعش لكم ويتخسر لكم الشكل ديالها انا خديت هاد جوج قطاعات نتوما جو الا ما عندكم ديرو اي حاجه متوفره عندكم نتوما في الدار ديروا شي غطايه او لا زلافه او لا كاس او لا مهم اي حاجه متوفره عندكم صافي كنقطع الدائره الاولى بهذا الشكل هذا وكنعاود ناخذ هذيك وكان وكنقطعها من الوسط غادي نكملهم كاملين بنفس الطريقه وغادي نديرهم في واحد الزيف ونغطيهم مزيان حتى كيضاعف الحجم ديالهم وكيخمروا مزيان وغادي ندوز باش نطيبهم معاكم خديت هنايا مقله درت فيها الزيت وخليتها حتى سخنات مزيان على عافيه دي تكون متوسطه وغادي نحط فيها البيني من بعد ما خمر ما تجهدوش العافيه بزاف باش ما يتخطفش لكم وما تنقصوهاش باش ما يشربش لكم الزيت العافيه خصها تكون متوسطه شوفوا معايا كيف ما كتحطوه مباشره كيبدا يتنفخ انا ما قطعتش لكم حتى شي لقطه باش تشوفوا هكا بالتفصيل وبلا ما تحتاجوا انكم لا ترشوه بالزيت لا والو هو راه كيتنفخ راسو صافي من بعد ملي كيبداو يتحمروا لكم من الجناب ومن التحت قلبوهم للجهه الاخرى باش يكملوا الطياب ديالهم وهذا هو الشكل النهائي ديال البيني اللي شاركت معكم اليوم الصراحه كيجي رائع بزاف غادي يعجبكم وغادي يعجب وليداتكم بزاف وكيجي احسن بزاف من ديال الزنقه انا غادي نحل معكم وحده باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل كنتمنى ان هذه الوصفه اللي شاركت معكم اليوم تنال الاعجاب ديالكم ونخليكم ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات جديده شكرا لكم على المتابعه الى اللقاء